أهلا بيكم من جديد في قناة تكنوفيليك. قناة تكنوفيليك هي قناة هتتكلم عن الجيمز الجديدة اللي لسه نازلة، وهتتكلم عن ريفيو للجيمز الجديدة. تمام، القناة هتتكلم عن الألعاب ومراجعات للألعاب الجديدة اللي لسه نازلة. تمام، وهتتكلم برضو عن الكمبيوتر سوفتوير. كمبيوتر سوفتوير يعني برامج الكمبيوتر المهمة اللي تخليني أشغل الجهاز بسرعة عالية، وتخليني أعلي أداء الجهاز، تخليني يكون الجهاز سريع بالنسبة لي ما يكونش بطيء. وهنتكلم برضو عن الكمبيوتر هاردوير. كمبيوتر هاردوير مش من ناحية الصيانة أو التصليح، لا، كمبيوتر هاردوير من ناحية السبيسيفيكيشن، من ناحية المواصفات. إزاي أجيب بروسيسور، إزاي أجيب بروسيسور أو رامات أو كارت شاشة يكون على قد إمكانياتي ويكون سريع ويشغل جهاز أقدر أشغل بيه حاجات حديثة بأقل التكلفة ويوافق ميزانيتي. وكمان برضو هنتكلم عن الموبايل سوفت وير. موبايل سوفت وير هنتكلم عن ازاي تعمل سوفت وير للاي او اس تبع شركة ابل. هنتكلم عن الايفون، ازاي تعمل سوفت وير على الايفون، ايبود، ايباد، ايباد ميني. تمام، وهنتكلم برضو ازاي تعمل سوفت وير للاندرويد، عن السامسونج خصوصا، وعن السوني واللينوفو والهواوي، وازاي برضو تعمل جيل بريك للاي او اس زي ما هنقدر نعمل الايفون، ايباد، ايبود، ايبود، ايباد ميني، وازاي تعمل روت للسامسونج على الهواوي او اللينوفو او سوني. وهنتكلم برضو عن المؤتمرات اللي نازله، سواء كانت نازله للالعاب، سواء كانت نازله للكمبيوتر، سواء نازله للموبايل. الكونفرنس دي هنتكلم عن كل حاجه قالوها، وان شاء الله هيكون عندنا المام بالحاجات اللي كانت موجوده فيها. وهنتكلم عن انبوكسنج سواء للكمبيوتر او الموبايل. وشكرا، ويا ريت بعد ما يخلص التريلر تاخدوا لفة في القناة. وشكرا، كان معكم محمد أيمن.